السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن النجار من قناة حقق حلمك. النهاردة إن شاء الله معانا إثبات السحب رقم 39 من موقع إكسبريس للتصفح والتعدين. هندخل ونشوف هنعمل إثبات السحب إزاي وناخد جولة سريعة في الموقع. انتظروني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم تاني، اهلا بكم. ندخل نشوف الموقع بتاعنا. هنبتدي نعمل تسجيل دخول في الموقع. النهاردة اثبات السحب رقم 39 من الموقع، وزي ما قلنا قبل كده الموقع ده بيحتاج لإحالات عشان تقدر ان انت تسحب منه وانت مرتاح. لازم يكون فيه احالات. طبعا انا معايا دلوقتي 158 روبل، باخد في اليوم 36 روبل بوينت 26، وفي الساعة باخد روبل بوينت 51. الميجا هرتز اللي معايا 151.10 ميجا هرتز في الثانية. طبعا دلوقتي هندخل عشان نعمل اثبات السحب رقم 39. هنبتدي دلوقتي ان احنا نجمع المبلغ ده عشان يطلع لي فوق في الحساب الرئيسي. هنبتدي نضغط هنا على جمع الارباح. ياريت اي حد حابب ان هو يستثمر يستثمر على مسؤوليته الشخصية، واللي حابب ان هو خلاص واخد القرار ان هو هيستثمر يشوف الفيديو للنهاية علشان ما يغلطش اي غلطة وبعد كده يرجع ويرمي باللوم عليا. شوف الفيديو كله كامل الاول، بعد كده ابقى حدد انت عايز تعمل ايه، واللي مش فاهمه اكتب لي تحت وانا ارد على حضرتك على طول ان شاء الله. دلوقتي انا معايا 159 روبل اهوت، هنبتدي ناخدهم نسخ وهنروح بيهم على سحب الاموال. طبعا العداد بدأ يعد من الاول تاني زي ما انتم شايفين. هنبتدي نكتب الكباتشة دي 80 60 علشان يفتح لي صفحة ارسال الاموال. هنلاقي في الصفحة دي الباير بتاع مش سايب اهوت، وهنبتدي ان احنا نيجي هنا ونكتب الرقم اللي هو معانا 159. طبعا كل دي السحوبات بتاعتنا اللي احنا ساحبينها من اول الموقع ما اشتغل، وكل ده موجود على القناة لو حضرتك حابب ان انت ترجع له. هنبتدي دلوقتي نروح على الباير علشان اشوف انا معايا ايه. انا اخر حاجة وصلاني 1 دولار. هنعمل ريفريش كده مع بعض. اخر حاجة وصلاني 1 دولار. هنروح تاني على الموقع وهندوس يؤكد هنا ونقول بسم الله. تمام كده، تم الدفع بنجاح. تم الدفع بنجاح. هنروح تاني على سحب الاموال علشان نتأكد ان فعلا وصلت. ادي 159 اهيت موجودة هنا اهي. كده تم الدفع بنجاح، وده اثبات سحب 39. هنروح على الباير علشان نشوف اثبات السحب. اخر حاجة الدولار اهيت. هنعمل ريفرش كده. ادي وصلت اهيت 157.50 سنت. ده معروفي في الموقع. وهنا 157.50 سنت. ده بالنسبة لإثبات السحب رقم 39. هنروح دلوقتي ناخد جولة سريعة في الموقع. اول حاجة عندنا هي اعدادات الحساب.
بتلاقي هنا في الإعدادات كل المحافظ اللي انت ممكن تستعملها في الموقع. هتلاقي هنا الباير، هتلاقي بريفكت موني، هتكتب اللي انت حابب ان انت تشتغل عليه وبتدوس قصاده حفظ كده عشان تتحفظ معاك في اي عملية سحب او ايداع. وهنا ممكن بتغير برضو كلمة السر، بتكتب كلمة السر القديمة وبتكتب كلمة سر جديدة وبتأكد كلمة السر الجديدة، وبعد كده بتدوس حفظ عشان تتحفظ معاك. هنروح على المساحة الشخصية علشان نشوف احنا ازاي هنقدر ان احنا نعمل ايداع في الموقع. طبعا حضرتك لو حابب تعمل ايداع في الموقع هتروح على زيادة الرصيد هنا، هيبتدي يفتح مع حضرتك الصفحة دي زي ما انت شايف كده. هتشوف انت حاطط محفظة ايه وهتبتدي ان انت تكتب فوقيها. انا حاطط الباير، هبتدي اكتب مثلا هنا 100 روبل واضغط من خلال الباير علشان يحولني على الباير واعمل الايداع بتاعي. بعد ما اعمل الايداع بتاعي، الايداع بتاعي هيوصل فوق هنا على رصيد متجدد، مش هيدخل في حساب التعدين، هتلاقيه موجود هنا في رصيد متجدد. طب انا عايز انزله من رصيد متجدد لرصيد تعدين، هبتدي انزل تحت هنا تحت العداد كده وهقول زيادة السرعة، هيبتدي يفتح معايا الصفحة دي زي ما انت شايف كده. انا عندي هنا كل ميجا هرتز بتساوي 10 روبل، هو حتى كاتب لك هنا 1 ميجا هرتز وفوق كاتب لك هنا ان هي بتساوي 10 روبل. هنبتدي نكتب هنا 2، هتلاقيه يكتب لك فوق 20، ولو كتبت هنا 3 هيقول لك فوق 30. احنا متفقين ان انا خلاص زودت ب100 روبل هنا، وال100 خلاص بعد الايداع موجودة معايا في رصيد متجدد فوق هنا. هنبتدي دلوقتي ننزل ال100 اللي هنا على طريق الميجا هرتز. هنبتدي نيجي هنا ونكتب 10 ميجا هرتز، فوق العداد هيقول لي ادي ال100 روبل اللي معايا فوق اهو، نزلوا تحت هنا ده 10 ميجا هرتز. الميجا هرتز الواحدة بتساوي 10 روبل، هيبتدي العداد يقرأ معايا اهو. انا زدت هنا اهو 162. بعد كده تزود فلوسك هنا وتلاقي المبلغ هو هو زي ما هو فوق هنا في رصيد متجدد موجود معاك للدفع، هتبتدي تضغط هنا يدفع، هيجيب لك شاشة تانية او صفحة تانية هيقول لك اكد الدفع، هتأكد معاه الدفع. بعد كده هيعيد تحميل الصفحة وهتلاقي الرصيد اللي موجود من هنا اختفى، وهتلاقي العداد بتاعك زاد هنا وزاد دخلك في الساعة وزاد دخلك في 24 ساعة. ده بالنسبة للي حابب يعمل ايداع. اما بالنسبة للي حابب ينضم او رابط الاحالة، هتلاقي هنا في انضم للبرنامج، ده رابط الاحالة بتاعك، هتاخده وتديه لأي صديق علشان يسجل من خلالك وتاخد نسبة من الموقع على كده. عندك حاجة تانية هنا برضو اللي هي التصفح، لو ضغطت هنا على التصفح هيفتح معاك الصفحة دي كده علشان في اعلانات تقدر ان انت تعملها وتكسب منها برضو. تمام كده هيفتح معاك بالواجهة ديت، وهتلاقي هنا اعلانات، كل اعلان على حسب القيمة بتاعته، في اعلان 54 ثانية، في اعلان 63 ثانية، في اعلان 30 ثانية، على حسب الاعلان وقيمة الاعلان بتعمل برضو الاعلانات ديت وبتكسب منها برضو الروبل. ده بالنسبة للموقع بتاعنا النهاردة. ياريت لو الموقع ده عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.